سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحه وبسلامه وباي حاجه زوينه كتمنوها. فيديو جديد ونهار جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندير الغداء الحريره، غادي ندورها بالخميره البلديه، وبغيت نشارك معكم الطريقه اللي غندير. هنا عندي الحمص، عندي القزبر والمعدنوس والكرافس، هنا في هذه الزلافه عندي شويه ديال العدس وشويه ديال الفول، وهنا عندي مطيشه اللي كان صايبه كنديرها في الفريغو، انا ديجا مشاركها معكم، وعندي مطيشه ديال الحك. صافي غادي ندير، غادي نقطع هنا مطيشه غير القياس اللي غادي نحتاج، غادي نزيد شويه هنا عندي ديال غادي نزيد معها واحد طريف ديال البصله، وغادي نزيد الربيع القزبر والمعدنوس والكرافس. انا خلطتهم كامل، قطعتهم في هذه السلافه. هنا عندي الحمص، انا كنت دايره في الفريغو، خديت غير القياس اللي غادي يكفيني. صافي غادي نزيد الربيع، نزيد الفول، ونزيد العدس. صافي نزيد مطيشه ديال الحك. صافي غادي ندير العطريه، ندير الماء ديالي الكافي، ونردها طيب. صافي هنا بالنسبه للعطريه، انا درت معلقه كبيره ديال السكينجبير، درت معلقه كبيره من التحميره، ولا ديروا حتى اكثر يعني اللي بغيتوا. نديروا معلقه كبيره من الخرقوم عرق ملون الغذائي، هذا كيبقى اختياري الا بغيتوا ديروه. غادي ندير الملحه، انا هنا درت الملحه غير قليله حيت مطيشه عندي طيبه بالملحه، وعندي الضمات ديال البنه. صافي نديروا شويه ديال الابزار، انا ما كنكثرش حيت حار. صافي غادي ندير طويمه ديال الزعفران وضمه ديال البنانه، درت غير ديال الدجاج، اللي بغى يدير ديال السمن يديرها ولا ديال الحريره، واللي كيبغي السمن يديرو، انا ما كنديروش فيها، كنخليه انا كنحطو فوق الطبله، اللي كيبغي كيدير، ماشي كلشي كيكون كياكلو. صافي هنا غادي نزيد مطيشه ديال الحك، ونزيد شويه ديال الزيت حيت مطيشه اللي انا مطيبه في الفريكو كندير فيها الزيت، فما كنكثرش. صافي غادي ندير الماء الكافي اللي غادي تطيب ليا فيه، غادي نسدها وغادي نردها تطيب. صافي هنايا خليتها الوقت الكافي اللي طابت، من بعد كنحل عليها. صافي غادي نشوف الى نقصاني المرقه كنرجع نزيد ليها، يعني كديروا على حسب نتوما اللي كيكفي العائله ديالكم. هنا عندي الرز وعندي الشعريه، انا كنديرهم بجوج، نتوما ممكن تكتفيوا غير بوحده. انا عندي الشعريه هنا كتحمل شويه الطياب، وحتى الرز عندي كلاصي كيتحمل الطياب، داكشي علاش كنزيدو من دابا. صافي غادي نزيد الماء اللي غادي يكفيني، وغادي نردها طيب. هنا تخليوها تغلي شويه صافي، وكتذوقوا الملحه ممكن تزيدوا. غادي نرجع من بعد نزيد مطيشه ديال الحك، حيت في الاول كندير غير شويه وكنخلي من بعد شويه. صافي هنا غادي ناخذ الخميره البلديه، انا خلطتها زدتها مع الطحين، نتوما ممكن ديروها غير بوحديتها، انا درتها هي ودرت معاها شويه ديال الطحين فورس العادي. صافي غادي ناخذ هنا في الزلافه، غادي ندير شويه اللي غيكفيني على حسب اللي غادي ندور به، وغادي نزيد معاه الخميره البلديه. صافي والماء باش كنطلق العجينه ديالي. كما قلت لكم ممكن ديروا غير الخميره البلديه بوحديتها،
انا حيت هنا ما عنديش ما كانش فيها بزاف، داكشي علاش زدت غير شي معلقات وزدت معاها الطحين. صافي غادي نزيد الماء وغادي نخلطها مزيان حتى تخلط ليا. غادي نتسنى الكوكوط ديالي حتى تغلي مزيان صافي، وعاد غادي ندورها. صافي هنايا الطنجره ديالي صافي غلات، كنخليوها كتاخذ وقتها حتى كتطيب لينا مزيان. صافي دابا غادي نبدا باش ندورها، غادي نزيد غير شويه بشويه وانا كنحرك مزيان باش ما يهبطش لينا هذه العجينه تكلل لينا لتحت. صافي نبقاو نزيدو غير شويه بشويه وحنا كنحركو مزيان حتى كنوصلوا للقوام اللي حنا بغيناه. يعني كل واحد كاين اللي كيبغي الحريره ديالو تجي ثقيله وكاين اللي كيبغيها خفيفه، نتوما كتحكموا في القوام اللي نتوما بغيتوه. صافي انا غادي نردها، كنقص عليها العافيه باش ما تلصقش ليا، وكل مره كنبقى نحركها بشويه باش ما تلصق لياش. صافي وهكذا حتى كتوجد. صافي هذه هي الحريره ديالتنا بالخميره البلديه، كتجي على هذا الشكل. هذا انا درتها هنا شويه ثقيله حيت مالين الدار كيبغيوها شويه خاطره. كما قلت لكم نتوما كتحكموا بالقوام ديالها. كنتمنى باش تعجبكم تجربوها في رمضان ان شاء الله اللي ما بقى ليه والو، غادي يدخل علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه. كنتمنى باش تعجبكم هذه الطريقه، هذه كتجي زوينه وريحتها كتجي فنه. كنتمنى باش تجربوها ونقول لكم مع السلامة إن شاء الله حتى الفيديو آخر.